حجي شلونك حجي؟ شلونك يا ابي؟ شلونك زين؟ الله يخليك. الله يسلمك. عندي طلب واني اريد اقوله. تفضل. اسمي الثلاثي ابراهيم عبد الرحيم سايمير. نعم. مواليد 14/10/1963. رقم موبايلي 0772360874. احكي لنا شنو مناشدتك؟ ايش عندك مناشده؟ راح اقوله. نعم. الى الاتحاد الاوروبي والى حكومات دول اوروبيه اطلب اللجوء الانساني الى بلد اوروبيا، واطلب ايضا الهجره الى بلد اوروبيا، واني فردا واحدا دون عائله ولا امتلك المال، ولكي اصل اليكم يوما من الايام اطلاقا، واني من المرحلين الاكراد ومن قبل الحكومه البعثيه ومنذ سنه 1975 من نفط خانه، وان ارض دياري نفط خانه مليئا بالالغام الى الان ومنذ سنة 1975. طالب بالهجرة إلى والله هذه حل مشكلتي، ماكو غير حل. شنو يعني هنا أنا مثلا ما محصل شغل، ما محصل عمل، ما ظروفي صعبة إلى درجة. يعني عائلة ما عندي إلى الآن. أحتاج راحة، أحتاج علاج، أحتاج غذاء. هنا أنا ما موفر لك العلاج. ماكو والله، هسه أنا عمري هسه أنا بلغت تقريبا 57 سنة. يعني يوم بعد يوم أتقدم بعمر. رايدي راحه، رايدي غذاء، رايدي تمام، والبلد اوضاع مو شيء تاريخيا، واني من المرحلين الاكراد ومن قبل الحكومه البعثيه ومنذ سنه 1975 من نفط خانه، وان ارض دياري نفط خانه مليئا بالالغام الى الان ومنذ سنه 1975 ولا يوجدون اطلاقا جميع المناطق والقرى الذين كانوا تابعين الى دياري نفط خانه ومنذ سنه 1975 الى الان ايضا، وكان لي املا ومنذ زوال حكم صدام من العراق ان يكون لي زواجا وسكنا وحقوقا وعودتي الى دياري الذي رحلت منه ولم يكون لي بما اردت، وذلك بسبب الاوضاع السيئه بالعراق، وان الاوضاع السيئه بالعراق شيئا تاريخيا، واني متشردا. هذه بسبب الاوضاع انت تريد تطلع هنا ما عندك راتب، ما عندك سكن، ما عندك عائله، تتاجر برا؟ والله الاوضاع مو شيء. الاوضاع مو شيء. زين وين كان سكنك قبل؟ قبل والله ترحيلي، انا ترحلت سنه 1975 من قريه شلي نفط خانه. ف شنو سبب الترحيل؟ الترحيل والله الحكومه البعثيه بعد، ومعروف الحكومه البعثيه. نعم. واني متشردا بالطرقات وبالدمار الكامل. زين هنا يابا شنو شغلك؟ ايش تشتغل؟ عربنشي والله. عربنشي. بلي. واني متشردا بالطرقات وبالدمار الكامل. ومنذ سنة ترحيلي 1975 إلى الآن، فأرجو الموافقة على طلبي إليكم وفي سبيل الله بصورة عاجلة، وإني بحاجة إلى الراحة وإلى العلاج وإلى الغذاء، فأرجو العون والمساعدة، وأرسل بطلبي أيضا إلى جميع سفارات الدول الأوروبية بالعراق، وكذلك إلى هيئة الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي، وأتمنى للجميع الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حجينا دقيقه، انت هنا تشتغل بالعربانه، ايش قد محصولي؟ هنا محصولك محصولي ضعيف الى درجه، الى درجه يعني هذه وضعيتي وهذه جسمي وهذه شكلي. زين ممكن تحمل بالعربانه، شلون تقدر تدفع العربانه؟ ولازم والله من لا شهر من لا شهر لازم اشتغل، لانه معاش ماكو، كمثلا زواج ماكو، يعني اولاد ما عندي، اخرى ما عندي. ما عندك احد؟ بلي. وحيد انت؟ بلي. نعم. ف ان شاء الله رسالتك وصلت. واشكر اخواني قناه هذا القناه التلفزيوني قناه الوطن. نعم. لاتاحتهم لي هذه الفرصه. نعم، شكرا جزيلا. غاتي ممنون، غاتي ممنون. شكرا.